فالإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. كان موقف الأمس اللي حكيناه كان موقف سيدنا أبي الدحداح، وحكينا قصته مع اليتيم ومع الرجل الأنصاري في موضوع النخلة. ويعني عشان تكونوا حاضرين معنا نكرر الموقف مرة تانية، لأن ده الجزء الثاني من حلقة وكل عمله. سيدنا أبو الدحداح في يوم من الأيام كان في مشكلة بين رجل من الأنصار وبين طفل يتيم، فالطفل اليتيم كان ليه بستان، والبستان بتاعه كان جنب بستان الأنصاري. فالطفل أراد أو الغلام أراد أنه يعمل سور ما بين بستان وبين بستان الأنصاري، حب يبني السور فلقى نخلة واقفة في يعني في وجه السور، مش يقدر، لازم يلف من حواليه من ناحية أو من ناحية. فطلب من الأنصاري أنه يعطيه النخلة عشان يبني السور حواليها، فرفض. قال له طيب بيعها لي، فرفض. فقال له إذن أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأنصاري ما كانش عايز يعصى أمر النبي، لكن كان مشكلته الكبيرة إن إزاي تروح تشتكيني للنبي صلى الله عليه وسلم. فالموضوع زي ما بيقول لك كبر في دماغه. راح اليتيم اشتكى للنبي عليه السلام، جه النبي معاه عشان يجيب له حقه. فراح قال للأنصاري، فقال له أعطيه النخلة، فقال له لا يا رسول الله. قال بيعه النخلة، قال لا يا رسول الله. وزي ما قلت لك وبكرر دايما، هو ما كانش عايز يعصى أمر النبي، لكن كل ما في الأمر أنه كان الموضوع بالنسبة له زعلان أن الغلام اشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. قال لا يا رسول الله. أبو الدحداح كان واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما سمع العرض الجميل دوت فقال له يا رسول الله، ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فراح أبو الدحداح وراح مكلم الرجل الأنصاري وقال له يا هذا، هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال أجل، ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحداح. وكان أجمل بستان في المدينة، كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وحواليه سور، يعني كفاية إنتاجية، وكان أجمل تمر بيطلع من بستان أبي الدحداح. قال هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال أجل، ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ قال هو لك بكل ما فيه من بئر وبيت وسور ونخل، على أن تعطيني تلك النخلة. قال هي لك. فراح أبو الدحداح مرة تانية للنبي عليه السلام، مش عشان يتأكد، هو عارف طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مصدق، لكن حب يسمع البشرة مرة تانية. قال يا رسول الله، ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها للغلام ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. قال أشهدك أني قد اشتريتها وقد جعلتها لله وأعطيتها لذلك اليتيم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من باب جبران خاطر اليتيم ده، وقال هو يمسح على لحيتي، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، أي كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة. أبو الدحداح رايح يسلم الرجل الأنصاري البستان بتاعه، فأول ما وصل هناك ولسه هيفتح الباب، فلقى ان مش من حقه ان يفتح الباب، لان خلاص البستان بقى بتاع الرجل الانصاري. فسمع صوت زوجته واولاده جوه البستان، فرح منادي عليها من بره وقال يا ام الدحداح. قالت اجل يا ابي الدحداح. قال لها اخرجي انت وبنوك من البستان، فقد بعته لله جل وعلا، ارجو بها نخله في الجنه. فقالت ربح البيع ابا الدحداح، لا نقيل ولا نستقيل. فهي خارجه ابن صغير من أولاد أبي الدحداح خد تمرايه من الأرض وحب يأكلها، فراحت حط أيديها في فم هذا الطفل وخرجت التمرة ورمتها في الأرض وقالت سامحني يا بنية فقد بعناه لله. ده كان الموقف اللي حبيت أقول إن المسألة مش مجرد فقط إن النبي كان بيشوق الصحابة للجنة وذكر الجنة ونخل الجنة، فكانت المسألة بالنسبة لهم مجرد معلومة عن الجنة، إن احنا عرفنا إن في جنة وفي أنهار وفي أشجار وفي، لا ده كان الأمر بيتحول لجانب عملي، جانب بينعكس على حياة الصحابة في العبادة وفي الطاعة وفي السلوك وفي الإنفاق وفي البذل والتضحية والعطاء. كان حاجة جميلة جدا، ولذلك سمينا الحلقة اللي فاتت والحلقة ديت وكل عمله.
تعالوا نكمل موضوعنا الليلة دي، ولكن بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح لهم إن, إن, إن الموضوع مش مجرد أماني، إن لابد يكون في عمل، لازم تقوم بالعمل ده عشان تقرب أكتر وعشان توصل للجنة. يعني المولى عز وجل لما بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تكلمنا في الحلقة بتاعت أمس إن بما هنا الباء هي باء السببية وليست باء العوض، أي بسبب ما كنتم تعملون. يعني الجنة مش هتخشها ببلاش، لابد إن أنت ربنا يوفقك لعمل، فالعمل ده لما تعمله ربنا يتقبله منك فيدخلك به الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام كان في واحد من الصحابة شاب فقير جدا عنده 17 سنة، كان من أهل الصفة، عايز يتجوز، ما عندوش لا بيت ولا عنده أي حاجة ولا عنده عفش ولا عنده أي حاجة، ما فيش عنده أي حاجة من أسباب الدنيا بالمرة. فحب إن هو النبي عليه الصلاة والسلام حب يكافئه. هو كان بيعمل إيه ربيعة؟ كان شغلته إنه يحضر مية الوضوء للنبي في الخمس صلوات، فالنبي حب يكافئه لأن النبي كان لا يترك أحدا يفعل له معروفا إلا ولازم يكافئه يرد له المعروف. مين اللي قال كده؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أو ما منكم من أحد كان له عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. يعني بيقول أي حد فيكم عمل لنا أي معروف كافئنا به إلا أبا بكر، الوحيد اللي تركنا مكافأته على الله عز وجل. فحب النبي يكافئ ربيعة، فقال له سلني شيئا يا ربيعة. خد بالك السؤال واضح، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، فكل ده بوحي من الله إلى رسول الله. قول لربيع الآن أبواب السماء مفتحة وأي طلب سيطلبه الآن فالطلب مجاب. لو أنت مكان ربيعة عندك 17 سنة، لا ليك بيت ولا ليك مأوى ولا ليك زوجة ولا عندك فلوس ولا عندك أي حاجة، حتى قوت اليوم مش عندك، تطلب إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك فرصة عمرك اللي هتطلبه الآن مجاب. فيعني أقل حاجة كان ممكن يطلبها يعني شقة وعروسة، يعني فهم إزاي؟ لكن ربيعة همته عالية قوي وأعلى من كده بكتير، فما كان منه بلا تردد. خد بالك لم يتردد. خد بالك من حاجة يعني مهمة جدا، السؤال كان مفاجئ. يعني ربيعة من النبي عسام ما سألوش السؤال وقال له جاوبني بكرة، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيسأله سؤال محدد، سلني شيئا يا ربيعة. في التوقيت ده كان ربيعة مستحضر الإجابة، قال له سلني شيئا يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فالنبي حب يرجع لأنه عارف أن ربيعة برضو فقير وظروفه يعني مش سامحة، فقال له أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. يبقى ايه؟ وقول اعمله. مش هينفع بقى مجرد ان انت تتمنى ان انت تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص كده عفارم عليك يا ربيع الحمد لله ان شاء الله اكون معايا. لا، النبي فتح له باب العمل كأنه عايز يقول له طلبك مجاب لكن لابد ان يقترن بعمل. قال فأعني، يعني انا عايزك تبقى معايا في الجنة وطلبك مجاب ان شاء الله، لكن لابد من اعانة، لابد ان انت تاخد بالاسباب. اوعى تتواكل وتقول خلاص انا الحمد لله بقيت مع النبي في الجنه فتترك العمل. قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله. لماذا؟ قال فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. الفهم ده هم فهموه منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدلهم على 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 الاسلوب دوت، الاسلوب العملي في العباده. يعني مجرد ان انت عرفت ان في جنه فلابد ان تعمل لدخول الجنه، لازم تاخد بالاسباب، لان النبي نفسه خلاهم يشوفوا صوره عمليه من حياته. كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه، فامنا عائشه تساله تقول له يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ عايزه تقول له ما انتش محتاج الجهد ده كله يا رسول الله، انت يكفيك حتى ان انت تؤدي الفرائض، او على الاقل لو عايز تؤدي بعض الفرائض السنن الرواتب وركعتين قيام ليل ده كفايه جدا، لان انت الرسول صلى الله عليه وسلم وفي النهايه انت كده كده في اعلى منزله في الجنه. فقال لها أفلا أكون عبدا شكورا؟
بتقول له أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول لها يرد عليه ولا إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبقى إذن حتى لو ربنا أعطاني هذه المنحة غفر لي ما تقدم وما تأخر، طب بالله عليك كده احسبها بالعقل، هو النبي عمل إيه فيما تقدم ولا ما تأخر؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم يا جماعة، وعلى الرغم من ذلك كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم والليلة. في روايتين، رواية مسلم بتقول 100 مرة، رواية البخاري بتقول أكثر من 70 مرة. يبقى النبي كان بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى في اليوم والليلة 100 مرة، وهو الذي لم يفعل معصية قط بأبي هو وأمي ونفسي وروحي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم من ذلك بيعلمهم ان لازم يكون في جانب عملي وجانب تطبيقي لهذه المعلومات اللي احنا بنتعلمها، ان في جنة وفي اخرة وفي الفردوس الاعلى، لازم تاخد بالاسباب وقل اعمله، لازم يبقى في عمل، ما ينفعش يكون بس فقط اماني. ولذلك الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لازم يكون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، شوف الحديث الذي رواه مسلم، النبي بيوضح لك المسألة توضيح جلي جدا وواضح جدا، بيقول لك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. لو قال إلى قلوبكم وبس يبقى احنا مش محتاجين ناخد بالأسباب، يبقى يكفي أن يكون قلب أبيض وبحب ربنا وبحب النبي عليه السلام وعندي قلب مليان بأعمال القلوب من توكل وخوف ورجاء وخلاص مش هشتغل بقى، ما دام القلب سليم. ربنا قال كده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأثنى على خليل إبراهيم عليه السلام وقال إذ جاء ربه بقلب سليم. لكن النبي قارن ما بين القلب وما بين العمل، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ولذلك تجد حتى الآيات القرآنية، كل الآيات القرآنية التي تذكر الذين آمنوا تقرن دائما بين الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل يعني والعصر، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى لابد إيه؟ إيمان عمل صالح، ما ينفعش إيمان من غير عمل صالح. وإلا لو جيت قلت الواحد حضرتك بتحب ربنا قلبك مليان إيمان، يقول لك قلبي ده عمران إيمان ده ما شاء الله، واخد بالك؟ طب بتحب ربنا، ما فيش حد في الدنيا بيحب ربنا قدي، طب بتصلي ولا نوى ركعها؟ يبقى الإنسان ده بيكذب على ربنا سبحانه وتعالى وبيكذب على نفسه أولا، لأن أنت لو بتحب ربنا لازم هتطيع ربنا، ولما ربنا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يبقى أنا لابد أن أنا إيه أقيموا الصلاة وآتي الزكاة وأطيع ربنا وأسمع كلام ربنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولذلك سبحان الملك، يعني الآية دي كانت نازلة في مين؟ في زينب بنت جحش رضي الله عنه ورضاه، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حب أنه يلغي الفوارق الطبقية بين المجتمع المسلم، عنده زيد بن حارثة اللي هو الحب، هو كان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام كان سماه زيد بن محمد إلى أن نزلت الآية التي تحرم التبني، فعاد مرة أخرى زيد بن حارثة، وكان النبي بيحب حب لا يخطر على قلب بشر، وفي النهاية أراد أن يزوجه وهو مولى من الموالي، يعني كان عبدا فأعتقه النبي فأصبح مولا، فأصبح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحب يجوزه من بنت عمته اللي هي زينب بنت جحش، الحسيبة النسيبة الوضيئة الجميلة التي يتبناها كل حسيب ونسيب من أهل قريش. قال لي زينب عايز أجوزك من زيد بن حارثة، فقالت له لا طبعا يا رسول الله، أتزوج مولى من الموالي؟ فحسبت الحسبة كده حسبة دنيوية شوية، أنا الحسيبة النسيبة الجميلة القرشية أتجوز مولى من الموالي؟ ده مش ممكن أبدا. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. على طول وقفين عند الحق. قالت أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال أجل. قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضيت في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تتفاخر على أزواج النبي كما في الصحيح، كانت تتفاخر على أزواج النبي كما عند البخاري، وتقول زوج كنا أهالي كنا، أما أنا فلقد زوجني الله من فوق 7 سماوات. يا سلام، يعني بتقول أنا ولي كان هو الله،
انتوا كل واحد فيكم اللي جوزها ابوها واللي جوزها اخوها واللي جوزها عمها، اما انا فاللي جوزني هو الله فاطر السماوات والارض، كان مكافاه ليها لاذعانها لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لابد من عمل يصدق ما في القلب. انا بقول لك انا بحب ربنا، الحب ده حاجه في القلب انا لا اعلمها، وانا لا اطلع على قلوب العباد ولا استطيع ان احكم على قلب انسان، لكن عندي قرائن تثبت ان هذا الانسان يحب ربنا ولا يحبوش. اديك مثال، واحد واقف بيصلي، فالواقف بيصلي ده ما شاء الله خاشع جدا جدا، وما شاء الله بيسترسل في الايات كده بطريقه معينه، ولا ينظر لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، ولا بيبتسم ولا بيضحك ولا بيعمل. فانا عندي قرينه تثبت ان هذا الرجل قلبه خاشع. طيب واحد تاني بيقول الله اكبر، وعمال بيعدل في ساعته، وعمال بيعدل في الطاقيه بتاعته، وعمال يبص يمين ويبص شمال ويتفرج على النجف. عندي قرينه تثبت ان القلب ده مشغول بغير الله. ليه؟ لان هو لو كان مشغول بالله كان يبقى هم كله في الصلاه الله اكبر، خلاص حاطط راسه في موضع سجوده وكل ده. سبحان الله، ما انت لما تسمع قول الحسن رضي الله عنه وارضاه حينما سئل كيف كنتم تصلون على عهد النبي، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال كنا نصلي. شوف بقى الصلاه الجميله اللي كانوا بيصلوها، قال كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط. الصراط اللي هو احد من السيف وادق من الشعر، وكأننا وقوف على الصراط، والجنة عن اليمين والنار عن الشمال، والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي الله، فإذا قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك صلاة بالمنظر ده، كيف يكون الإنسان بإحساسه وهو بيصلي، كيف يكون خشوعه وخضوعه لله سبحانه وتعالى. ولذلك هي المسألة مش مسألة صلي، مسألة وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة غير الصلاة نفسها، غير إن أنا أقول صلي، لأن صلي دي ممكن أصلي أي صلاة وأخلصها في دقيقة واحدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي كان يصلي ويسرع في صلاته ولا يخشع، قال له إيه؟ ما قالوش ارجع فصلي فإن صلاتك ناقصة، لأ، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بس الراجل صلى يا رسول الله. أيوة، ما هو لما صلىها بسرعة كده وكروتها زي ما بيقولوا، يعني كأنه ما صلىهاش، واخد بالك؟ لأن الصلاة ممكن تكون حجة للإنسان وقد تكون حجة على الإنسان، زي القرآن، والقرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لربيعة بن مالك فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. ودائما بقول لحبايبي تنزل تحت تلاقي نفسك فوق. شفت النخلة أو الزرعة أو الشجرة، أي زرعة لما المية نزلت تحت لجدرها طلعت الشجرة ورفعت إلى السماء. كل لما تنزل ميتها تحت في أرضها كل لما الشجرة ترتفع أكتر، واضح؟ فهي كده تسجد وتخضع وتذل نفسك لله، ربنا يرفع قدرك، لأن ربنا قال في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. فديه يبقى إذن كل لما تذل نفسك وتنكسر بين يدي الله ربنا يكرمك ويعلي قدرك بين الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك هو في كل إنسان بيحتاج أنه يدخل على الله سبحانه وتعالى من باب من الأبواب. في إنسان عنده قدرة حلوة أو على كثرة الصلاة، واحد تاني عنده قدرة على كثرة الصيام، واحد تالت عنده قدرة على الإنفاق، واحد رابع على خدمة المسلمين، لكن الأبواب دي كلها شبه مزدحمة. لكن أكثر باب بيكون مفوش عليه زحام جامد قوي باب الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. كل لما تذل نفسك لله وكل لما تنكسر بين يديه في الدعاء، في الدعاء ربنا سبحانه وتعالى يحب أن العبد هو بيدعو ينكسر ويذل نفسه ويلح في الدعاء، مش مجرد دعاء كده وخلاص. في الصلاة يحب الخشوع، الخشوع روح الصلاة، انك تذل نفسك لله سبحانه وتعالى. وكل لما تذل نفسك لله وتلح على الله، الله عز وجل يستحي ان يردك، ان يرد اليك صفرا خائبتين اذا اخلصت في الدعاء وكنت ملحا في الدعاء. ولذلك حتى عند طلب المغفره ماذا يقول الحق جل وعلا؟ كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد حسن قال يا ابن ادم
إنك ما دعوتني ورجوتني. ما ينفعش دعاء خالي من الرجاء، لازم دعاء كده يا رب اغفر لي يا رب، وقلبك مليان 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 كده، إن يعني عارف حسن ظن وثقة في الله إنه فعلا هيغفر لي. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقول: والله إني لا أحمل هم الدعاء، والله إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ما دعوت فثم الإجابة. شوف شوف الثقة واليقين في الله سبحانه وتعالى، بيقول أنا ما بحملش هم الإجابة، يقينا ربنا هيستجيب دعائي، لأن عندي حسن ظن بالله، لأن ربنا اللي قال كده: وقال ربكم ادعوني أستجب. خلاص ادعوني أستجب لكم، هي دي المسألة، كلمتين ما فيش غيرهم، ادعوني أستجب لكم. فإذا ما دعوت فإن شاء الله ربنا هيستجيب دعائي. والعبد في مسألة الدعاء زي كما تعلمون يعني في 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 أمر استجابة الدعاء، يعني ينحصر الأمر بين ثلاثة أشياء: إما إن أنت تدعو فربنا يستجيب دعائك في التو واللحظة ولو بعد حين، يعني بتقول يا رب يا رب مثلا اكرمني أو وسع علي أو جوز بناتي أو أي حاجة، خد بالك، إما إن ربنا يستجيب لك في وقت يعني قريب، وخد بالك ده حاجة، وإما إن ربنا يصرف عنك من السوء والبلاء ما يوازي الدعاء. ما هو ما انتش عارف بقى، ما هو في أثناء ما انت بتدعو قد يكون في قضاء نازل في نفس اللحظة، لقدر الله إن ابنك هتصدمه عربية، إن زوجتك ستمرض، إن حضرتك هيحصل لك هتضيع فلوسك، إن أي حاجة، فوانت بتدعو بتقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب يا رب يا رب، يقوم الدعاء يطلع، خد بالك بقى، يقوم الدعاء يطلع ويتصارع مع القضاء، كما أخبر سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم حينما قال: الدعاء والقضاء يعتلجان، يعني يتصارعان إلى يوم القيامة. خد بالك، والدعاء ينفع كما في الحديث الآخر: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الله أكبر، ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، شو بيقولك إيه؟ بيقولك الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. طب مما نزل؟ إن القضاء نزل خلاص وحدثت المصيبة، بدعو إن ربنا يرفع عن هذه المصيبة أو يخفف عني وطئ هذه إيه؟ المصيبة، واخد بالك. طب ومما لم ينزل؟ يمنعه من النزول. الله أكبر، يعني قضاء نازل، مصيبة نازلة، بمجرد ما أنا بدعو وأنا ما أعرفش المصيبة دي نازلة إمتى، لأن أنا لا أعلم الغيب، والغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن أنا وافق الوقت ده إن أنا كنت بدعو، فوأنا بدعو المصيبة نازلة، فالدعاء يطلع فيلتقط المصيبة ويفضل يتصارعان إلى يوم القيامة، لا المصيبة تنزل ولا الدعاء يطلع فيعتلجان إلى يوم القيامة، فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دي المرحلة الثانية. الحاجة الثالثة إن ربنا سبحانه وتعالى ما يستجبش، مش ما يستجبش يعني ما يعجلش استجابة الدعاء في الدنيا، ولا يرفع بها عنك مصيبة، ولكن يؤجل لك هذا الدعاء ويستجيب لك ويدخره لك إلى يوم القيامة. فإذا ما جئت يوم القيامة يكون عندك مثلا كروبات معينة هتمر بها يوم القيامة، أزمات معينة، عذاب معين، ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من هذه الكروبات بهذا الدعاء، لدرجة أن العبد يتمنى يوم القيامة حينما يكشف الستار ويكشف الحجاب عن هذه المسائل، والمولى عز وجل يوضح له: قد دعوتني في يوم كذا وكذا فتعجلت لك دعائك، أيوة يا ربي، ودعوتني في يوم كذا وكذا فرفعت عنك من البلاء ومن القضاء ما يوازي هذا الدعاء، أيوة يا ربي، وقد دعوت ودعوت فأجلت لك أو فادخرت لك هذا الدعاء إلى يوم القيامة لأفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. في اللحظة دي يتمنى العبد إن ربنا يعني ادخر له كل الدعاء اللي دعاه إلى يوم القيامة، إن يوم القيامة محتاجين ربنا يفرج كربتنا. ولذلك من كتر يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إنه يجمع بين قلوب المسلمين، وأن تتآلف القلوب إلى أسئلة يعني إلى أقول إيه مش عارف أقولها لك إزاي، يعني إلى أقصى درجة، يعني نبع سمع عايز المسلم ده للمسلم كالنفس الواحدة، خد بالك، شوف الآية بتقول إيه: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ولا تلمزوا إخوانكم، شوف قد إيه. فإذا ربنا سبحانه وتعالى أنزل الأخ بمنزلة النفس، أخوك بمنزلة نفسك، والإنسان لا يكون محبا لأخيه حتى يكون له يا أنا، هي دي المسألة العالية اللي النبي حب يوضح لنا. ولذلك يوم قايل لك بقى كما عند مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، لو كان الجزاء من جنس العمل صح كده، نفست عني كربة من كرب الدنيا، يا رب ينفس عنك كربة من كرب الدنيا،
لا بلاش ده كله، خلي الحسنة بعشر أمثالها. يبقى لو نفست عني كربة من كرب الدنيا، ربنا ينفس عنك 10 كربات من كرب الدنيا. لكن زي ما بيقولوا علماءنا ومشيخنا اللي علمونا ربنا يجازيهم عنا كل خير، إن كرب الدنيا ما هياش كرب، هتعدي هتعدي. والكرب في الدنيا إما إن هو يترفع ويزول ويتركك، وإما إن إحنا اللي نموت ونسيب الكرب ده. لو إن إنسان مريض، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، هو بين أمر من اتنين، إما إن ربنا يشفيه ويخف فالمرض يزول، وإما إن هو يموت ويرتاح من المرض. يعني كده كده الكربات دي كلها إلى زوال. فخفف عن نفسك الوطأة، لو كنت في حزن، لو كنت في ألم، لو كنت متضايق، لو كنت تعبان، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وسأله أن يخفف عنك وأن يرفع عنك البلاء. وإوعى تقول ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. إوعى حد فيك يقول الجملة دي يا جماعة. الجملة دي يعني الجملة دي أنا يعني مش عايز حد، مش عايز مسلم في الدنيا يقولها. ليه تقول ربي لا أسألك رد القضاء؟ اسأله رد القضاء. ليه ما تسألوش رد القضاء؟ قضاء نزل وتعبك ومعذبك في حياتك، نزل قضاء. القضاء بإيه؟ بمرض سين من الناس، بمرض ابنك، بمرض والدك، بمرض أمك، بمرضك أنت نفسك. ليه تقول ربي لا أسألك رد القضاء؟ ما تسأله رد القضاء. هو ربنا سيعجز عن رد القضاء سبحانه وتعالى؟ أبدا سبحانه وتعالى. فإذا فربنا قادر على أن يرد القضاء عنك. ما تقولش ولكن أسألك اللطف فيه، لا ما تسألوش اللطف فيه، قل يا ربي أسألك رد القضاء، أسألك. نعم، دي يمكن كتير من المسلمين ما يعرفوهاش، إن بعض الناس بيظنوا أن من سوء الأدب أن تسأل الله رد القضاء، ويستدلون بقصة هي قصة جميلة، لكنها يعني هو في أمور يا جماعة قد تكون خاصة بالشخص نفسه، هو عنده وصل لمرحلة من الرضا قد قبل هذا القضاء. لكن لو كنت أنت تتألم من هذا القضاء فسأل المولى عز وجل رد القضاء، يا رب اشفيني يا رب، ما هو ده رد قضاء، صح كده؟ لأن أنت لو قلت يا ربي طب بلاش تشفيني يا ربي، طب بس خفف لي المرض، طب وليه؟ طب ما تقول يا رب اشفيني، صح كده؟ استدلوا بقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، لما أصيب بالعمى في آخر أيامه وكان مستجاب الدعاء. سيدنا سعد بن أبي وقاص ربنا يعني استجاب دعاءه، لأن النبي دعاه، كما عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكلما كان سيدنا سعد بيدعو كان ربنا بيستجيب دعاءه بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم في آخر أيامه هو كان عايش بره مكة، فرجع مكة، فالناس أول ما شافوه عارفين أنه مستجاب الدعاء، فكان يخشوا عليه يا سعد ادعي لي بكذا، فيدعي له فربنا يستجيب دعاءه، يا سعد ادعي لي بكذا. فكان في شاب اسمه عبد الله بن السائب، قال له يا عم، بيقول لسعد بن أبي وقاص، بيقول له يا عم أنت تدعو للناس، أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، ألا تدعو الله أن يفرج عنك همك وأن يرد عليك بصرك؟ فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال يا ابن أخي قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. دي حاجة خاصة بسيدنا سعد بن أبي وقاص، هو رجل وصل لمرحلة من الرضا، أنه خلاص هو مش متضايق، مش متضايق أنه هو قد عمي بصره ومبسوط لهذه الحالة. لكن أنت يجوز أن أنت تسأل المولى عز وجل أن يرد عنك القضاء وأن يرفع عنك هذا البلاء. عندك مرض قول يا رب اشفيني يا رب العالمين، ابنك حصل له حادث قول يا رب اشفيه يا رب العالمين، حصل لك ضياع للمال يا رب عوضني خير يا رب العالمين. اطلب اطلب ولا تستحي، فإن الله عز وجل خزائنه لا تنفث. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته. شوف لفظ الحديث، فسألني كل واحد ايه، مش المسألة، يبقى المسألة دي يبقى حاجة ثابتة، يبقى كل واحد عايز ايه، فيلا وعربية وزوجة وكذا وكذا، لا مسألته اللي هو عايزه، فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم. خدت ايه الإبرة من اليم؟ ولا حاجة. خدت بال حضرتك؟ نرجع لموضوعنا، يبقى وقول اعمله. وشوف النبي يحفز الصحابة على كثرة العمل الصالح وعلى البذل والعطاء وعلى إن هم لا يتكلوا، لا يتكلوا. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن أهل بدر، لما النبي عليه السلام بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم،
فقد غفرت لكم. خد بالك، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ده مش تحفيز على المعصية عياذا بالله، لكن المولى عز وجل حينما اختار هؤلاء ليكونوا من أهل بدر فهو يعلم يقينا، والله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون، فالله يعلم مسبقا إن هؤلاء الناس لما تجيلهم المنحة دية لن يقع في معصية بل سيزداد شكرا، ولو واحد فيهم وقع في معصية سيتوب في التو واللحظة. وده اللي حصل أهل بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عملوا إيه؟ ازدادوا طاعة لله وشكر لله، لأن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لما ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام من الليل حتى تورمت قدمه وقال أفلا أكون عبدا شكورا. هم قلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحتة دي. خدت بالك؟ كذلك في مواضع كثيرة جدا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طيب اللي بايعوا النبي تحت الشجرة 1400 واحد، دولت خلاص ربنا رضي عنهم ودول من أهل الجنة، ورغم ذلك ازدادوا طاعة لله وازدادوا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي المسألة، إن أنا لو أنا النهاردة عايش في الدنيا وجاءني منشور من عند المولى عز وجل الآن يا فلان أنت من أهل الجنة، فيعني ممكن واحد يقول إيه؟ طيب طالما انت عرفت ان انت من اهل الجنة على الاقل ما تتعبش نفسك بقى، كفاية عليك الفرائض ويا سيدي بالكتير قوي الرواتب ماشي، انما ليه تجتهد في النوافل وتتعب نفسك وتعذب نفسك في قيام ليل وصيام نوافل ما خلاص ما انت بقيت من اهل الجنة؟ اقول لك لا، افلا اكون عبدا شكورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا واحد رايح يقول للنبي عليه السلام، والحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة، هي القيامة إمتى؟ فالنبي عليه السلام كان يصرف الناس من المهم إلى الأهم، بيقول له متى الساعة، أنت ما تشغلش نفسك بالساعة، والنبي لا يعلم أين متى الساعة لأنه لا يعلم وقت الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، دي من علامات الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فبيقول له متى الساعة، فالنبي صرفه من المهم إلى الأهم، كأنه عايز يقول له ما تشغلش نفسك بالساعة، أنت بس جاهز نفسك للعرض على الله، وفي أي وقت بقى تقوم الساعة تقوم الساعة وأنت رجل مؤمن وتعمل بطاعة الله. قال متى الساعة، قال وماذا أعددت لها، مش مهم الساعة إمتى، المهم يعني عارف زي إيه، زي الطالب اللي بيقول لك الامتحان إمتى، أقول له أنت مذاكر ولا لأ، فيقول مثلا مذاكر خلاص ما تشغلش بالك الامتحان بقى بكره بعد وبعد اسبوع ما دمت مذاكر خلاص، انما لو مش مذاكر لا الحق نفسك بقى. واضح كده؟ متى الساعه، قال وماذا اعددت لها، قال له ما اعددت لها كثيره صلاه ولا صيام، لكن عندي حته حلوه قوي، غير اني احب الله ورسوله. فالنبي قال له انت مع من احببت. الله، الراجل ده ما تركش الصلاه وما تركش الصيام، الراجل ده كان بيؤدي الفرائض وبيؤدي فرائض سواء في الصيام او في ايه او في الصلاه، بيقول له ما ايه يعني ايه، بيقول له وماذا اعددت لها، قال ما اعددت لها كثيره صلاه ولا صيام، لكن هو بيصلي وبيصوم. قال انت مع من احببت. يوم انس بن مالك يعلق على الكلام ده يقول فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا انس؟ قال فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. واحنا ورب الكعبه بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكل أصحاب النبي بل والتابعين والصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. يبقى إذن النبي صرف هنا إيه؟ ليه؟ وكل عمله متى الساعة وماذا أعددت لها، لازم من عمل. حديث الثالث الجميل قوي، حديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن، أن رجلا، وأنا دايما بسمي الحديث ده حديث المحب، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمات والله العظيم أنا مش متخيل يعني طلعت الكلمات الجميلة دي من قلبه إزاي، بيقول له والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. الله، حلو قوي كلمة فما أصبر، ده أنت لسه مصلي مع النبي المغرب دلوقتي وهتصلي العشاء مع النبي بعد ساعة بالظبط، ورغم ذلك قال له فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك.
فإذا مات عندي مشكلة بقى، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أنا مش مشكلتي أن أخش ولا ما أخشش، مشكلتي في حتة تانية خالص، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. مشكلتي أن خايف أخش الجنة أبقى في حتة في الجنة وما شوفكش في الجنة. سكت النبي، لأن الكلام الحقيقة فعلا بجد ما يتردش عليه، كلام هرد عليه وقال له إيه، كلام حلو قوي قوي، ومهما جبنا من الكلمات مش هنعرف نرد عليه. فتولى الله عز وجل الرد على هذا الرجل، فنزل جبريل في نفس اللحظة يشق السبع سماوات ويقول للنبي هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله، ما قالش ومن يحب الله والرسول، لا، ومن يطع، في طاعة، في عمل، في عبادة، وقل اعملوا، هي دي المسألة. كأنه بيقول له مش انت بتحبني وعايز تخش الجنة وتبقى في صحبتي في الجنة، لازم من طاعة، لازم تقدم عمل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إلى آخر هذه الآية. هؤلاء الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان ما اكتفوش بمجرد وكل اعملوا في عبادة وبس، لا، ده شالوا هم الدين وبذلوا الكثير والكثير من أجل خدمة هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. يكفي أنك تسمع الرسالة الجميلة اللي مكتوبة في ثلاث سطور فقط من رجل أعرابي بسيط جدا، رجل بدوي بسيط جدا جدا، لكنه عارف هدفه وعارف هو اتخلق ليه وعارف وظيفته إيه في الدنيا ديت وعارف هو جه ليه. ما قالش بقى جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا، يعني إلى آخر الكلام العجيب ده. ما معقولة مسلم جه الدنيا ما هوش عارف وجه ليه؟ ده ربنا وضحها لك بكل بساطة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي وظيفة أي واحد من الأمم كلها، لكن أمة الإسلام لها وظيفة أخرى. وشوف قد ايه: كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فربعي بن عامر هذا الرجل البدوي الأعرابي البسيط جدا، لما دخل على رستم قائد جيوش الفرس فبيسأله، وهو عمله ساعتها كده يعني حملة رعب كده، يعني دخله القصر وكده، فلقى بقى قاعد على السرير بتاعه كده ومنتفش وحطين له تاج على راسه. التاج ده كان من الذهب الخالص وكان وزنه 90 كيلو. قول لي طب هو يستحمل تاج على راسه 90 كيلو ازاي؟ اقول لك حاجة بسيطة جدا: كانوا معلقين التاج دوت بسلسلة في السقف، ولما كان يجي له حد يزوره كان يطلع يقعد على السرير ده المرصع بالألماس والذهب ويقوم قاعد في حتة معينة ويوسطنه التاج على راسه يدوب بس ملمس، لأنه لو ريح هيخلص عليه، واخد بالك؟ وواحد مسك له السلسلة، تخيل، حاجة عجيبة جدا. فلما دخل ربيعي بن عامر هذا الرجل الأعرابي البسيط ودخل بقى، يعني إيه دخل بقى زلهم، واخد بالك؟ دخل بالفرس بتاعه فين؟ في القصر بتاع كسرى، فهم ازاي؟ فبيقولوا له: لا، انت طلع الفرس بره. قال لهم: انا ما جئتكم وانما انتم الذين طلبتموني، فان اردتم ان ادخل هكذا والا مشيت. فراحوا سالوا رستم، قال لهم: خلوه يخش. دخلوا ربط الفرس في اجمل عمود، وبعدين دخلوا معاه الرمح بقى، والارض كلها مفروشه بقى بالسجاد العجمي، واخد بالك؟ هو عمال يقطع في السجاد بالرمح يمين وشمال ويكسر في الفازات ومش عارف ايه، داخل عمال بقى يخرب لهم في القصر بتاعهم. ايه اللي انت بتعمله؟ قال لهم: والله ما جئتكم انما انتم طلبتموني، عايزيني على كده اهلا وسهلا، مش عايزيني سلام عليكم. فقال له: اتفضل. فدخل جوه، فاول ما دخل فلقى رستم قاعد بقى مجعوص كده وقاعد على السرير وحاطط التاج على راسه، واخد بالك؟ فراح نطط له فوق السرير، واخد بالك؟ فاهم ازاي؟ فالتاني اتجنن، فقال له كانه عايز يقول له: ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ فراح ساله السؤال ده، قال له: من انتم؟ يعني بعد اللي شافه ده كله يقول له: من انتم؟ وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم، شوف العزة بقى، نحن قوم ابتعثنا الله. شوف بقى الكلام كله له مدلولات، لأن هو شاف الناس دول بيعبدوا بعض
راجل قاعد حاطين له تاج وزنه 90 كيلو ذهب واخد بالك، والناس قاعد عماله تهوى عليه بالريش، واللي عمال بيركع له واللي عمال بيسجد له، قالوا لا نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شوف الكلام بقى اللي يوجع. ومن جور الأديان الظلم اللي انتوا فيه ده إلى عدل الإسلام. ومن ضيق الدنيا، شفت انت قاعد عامل ازاي ولابس لي حرير وقاعد على سي مرصع بالجواهر والألماز وحطيت تاج فوق دماغك واخد بالك 90 كيلو لو نزل على يخلص عليك، شفت كل الثراء اللي انت فيه ده، اهو كل ده ضيق. اوعى تفتكر انت عايش في سعة، لا ده السعة الحقيقية ليست في الدنيا، فالدنيا أحقر على الله من أن ينظر إليها سبحانه وتعالى، فمنذ خلقها لم ينظر إليها. والله عز وجل عرض على الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تصير له جبال مكة ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. صلى الله عليه وسلم الذي كان ينام على الحصير حتى أثر حصيره في جنبه، وقالوا يا رسول الله ألا نتخذ لك وطأ فراشا لينا، قال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. والحديث عند الترمذي بسند صحيح، النبي الذي مات ودرعه الذي كان أكثر دعائه كما في الصحيحين، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفي لقوت أكلة واحدة وما يفتش، سبحان الله. وأمنا عائشة كما في الصحيحين أيضا تقول لابن أختها عروة بن الزبير، تقول والله يا ابن أختي إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في بيوت في أبيات رسول الله نار. قال فما كان يعيشكم يا خالة، عمركم وطبخت طبخة من شهرين ولا ولعت النار بقالكم شهرين، فما كان يعيشهم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. تخيل سيد ولد آدم عايش شهرين كاملين على التمر والمية، سبحان الله. شوف ده، ومات النبي ودرعه مرهونة كما في الصحيحين، ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. تخيل على 30 صاعا من يعني حاجة عجيبة جدا جدا. وما شبع النبي من رضيء التمر ولا من خبز الشعير ثلاثة أيام متتالية. ده النبي صلى الله عليه وسلم، فعايز يقول له أنت فاكر أنت في ساعة دلوقتي؟ لا، ده الساعة الحقيقية لن تكون في الدنيا، وإلا لو كانت الدنيا دار إكرام يبقى معنى ذلك أن الله لم يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم وحاشا لله. فإذا الدنيا ليست مجال إكرام، فالله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. شوف قد إيه؟ سبحان الله. ربنا بيقول عن الكفار فلما نسوا ما ذكروا به، والله اسمعوا الآية دي بقلوبكم يا جماعة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. خدت بالك؟ تلاقي مثلا اليابان اللي بيعملين بيعبدوا تمثال بوزة، وربنا فتح لهم من جميع أصناف العلم بحتة زلزال الدنيا كلها اتدمرت. سبحان الله، اللهم لا شماتة، نحن لا نشمت في أحد على فكرة، سبحان الله. أمريكا اللي كانت مكسرة الدنيا وعمالة يعني بتعاد الإسلام في كل مكان بضربة واحدة بس، سبحان الله. شوف حصل لها ايه دلوقتي، وشوف الديون اللي عليها، وشوف المصايب اللي عايشه فيها الاقتصاديه التي لا تخطر على قلب بشر. هي دي المساله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، خلاص بقى قالوا احنا ملكنا الدنيا بقى، خد بالك، ونعمل اللي احنا عايزينه وبزرار نقدر نفجر قاره باكملها. اخذناهم بغته. وسبحان الملك، ده احنا لما نيجي نتكلم بقى عن اشراط الساعه الصغرى، ده كل الأسلحة اللي انتوا شايفينها دي كلها، وكل الهلومة دي كلها، والقنابل الهيدروجينية والصواريخ العابرة للقارات، كل ده سيسبب الله لها أسبابا تعطل أعمالها. وليس ذلك ببعيد، انتوا عارفين في الحرب العالمية هتلر نفسه لما جه دخل على روسيا، الدبابات موجودة والمدفعية موجودة والرشاشات موجودة وكل حاجة موجودة، لكن تجمد البنزين في خزانات الدبابات وفي خزانات السيارات فلم تستطع أن تعمل. الدبابة موجودة ومليانة بنزين وتقدر تمشي، لكن من كتر التلج البنزين اتجلد فالموتور وقفت فخلاص. فيعطل الله كل الأسباب التي تجعل هذه الأسلحة الحديثة تعمل، وتعود مرة أخرى الخيول والسيوف والرماح والأسهم كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن، أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة
فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسماعيل، وفي رواية من بني إسحاق. إيه بني إسماعيل وبني إسحاق؟ بني إسماعيل مسلم العرب، بني إسحاق مسلم العجم الذين سيسلمون في أوروبا. قال فإذا ما نزلوا بالقرب منها لم يضربوا بسيف ولا بسهم، وده دليل على والمدينة دي لسه لم تفتح ليه روما، خد بالك، وده دليل على إن القتال في الوقت ده مش هيكون لا بدبابات ولا أرباجية ولا صواريخ، هيكون بالأسهم، بالسهم والسيف والرمح. لم يضربوا بسهم ولا بسيف ولا برمح، وإنما سلاحهم التهليل والتكبير. فإذا ما قالوا لا إله إلا الله الله أكبر سقط شقها الذي في البحر. فإذا ما قرروها مرة ثانية لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البر. فإذا ما قالوها للمرة الثالثة فتحت أبواب المدينة فدخلوها سالمين غانمين بفضل الله رب العالمين. تخيل حضرتك. إذن شوف ربيع بن عمرو بيوضح له، بيقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد اللي انتوا بتعملوا دي إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، جنة اللي انتوا مش عارفينها. بيقول له كده، الجنة اللي انتوا مش عارفينها احنا بقى نعرفها. النبي وصفها لنا، كان رسول الله يكلمهم عن الجنة والنار صلى الله عليه وسلم فكأن رأي عينه. خلاص. طيب تعال نشوف برضو موقف تاني. سيدنا سعد بن معاذ الذي أسلم على يد مصعب بن عمير كما روى الرواية ابن هشام في سيرته. سعد بن معاذ لما أسلم في ساعتها على طول وقل اعملوا، ما ينفعش ان انا اقعد بقول الحمد لله انا اسلمت بقيت زي الفل وخلاص والدنيا بقت جميلة، لا، على طول شغل في ساعتها يا جماعة. الناس بتحمل هم الدين، مش مجرد النبي كلمنا عن الجنة وعن الآخر وعن لقاء المولى عز وجل اكتفي فقط بركعتين وخلاص، لا، ده لو كان الإسلام ده كده ده كان أبو جهل وأبو لهب كان أول من أسلموا. لكنوا عارفين إن الإسلام ده أمانة كبيرة، ما ينفعش حضرتك تقعد تسمعني سواء أنا وأنا بتكلم في القناة دي أو القناة دي أو القناة دي ومجرد فقط بتقول والله كلام حلو قوي. طب أنت عملت إيه بقى؟ ما هو الكلام ده حجة عليك. أختي سمعاني دلوقتي وإحنا بنتكلم ونقول وقول اعملوا، هي الحمد لله لبست حجاب بس جارتها لسه ما لبستش، اشتغلي عليها بالهدية والمعاملة الطيبة والأسلوب الطيب، خليها في ميزان حسناتك، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كما جاء في الصحيحين. يبقى إذن لازم نشتغل، لازم نبذل لخدمة هذا الدين، وإلا لما هنموت ونقف بين إيدين ربنا هيسألنا عن هذه الأمانة. هتتسأل ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هتقف قدامه وهتتسأل عملت إيه الدين، والله يا رب اتفرجت على كل البرامج اللي جات في قناة الخليجية واللي جات في قناة مش عارف إيه والحمد لله رب العالمين كنت يعني، لا، هي فرجة. المسألة مسألة إن أنت بتتفرج عشان تتعلم، ولما تتعلم لازم تنفذ ولازم تنزل لأرض الواقع، لازم تحسن أخلاقك مع الأب والأم ومع زوجتك مع أولادك مع جيرانك، تبقى رحيم باليتامى، تبقى رحيم حتى بالحيوانات، وخد بالك أعزكم الله. يبقى عندك أمانة، عندك صدق، عندك وفاء، عندك على طول كده يعني حب لله، حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك اتباع، عندك عبادة، عندك بذل لهذا الدين سواء بالكلمة أو بالمال أو حتى بالدلالة الدالة على الخير كفاعله. يبقى لازم تسخن معايا قوي وتحاول انت تقدم اي خدمة تبيض وجهك امام الله يوم القيامة. طيب فسعد بن معاذ بمجرد ما اسلم على طول في ساعتها في نفس الليلة، ما راحش نام وتاني يوم ابتدى ايه يطلب العلم الشرعي، ده في نفس الليلة لسه ما طلبش العلم الشرعي، راح على القبيلة بتاعته وكان سيدا في قبيلته قبيلة بني عبد الاشهل، وكان في قمة الذكاء سيدنا سعد بن معاذ. اتعلموا منه الحتة ديت، لما تعوزوا تدعوا حد خلوه هو بنفسه يشهد على نفسه الأول ثم بعد ذلك قولوا له اللي انتوا عايزين تقولوه. قال يا بني عبد الأشهل، فقالوا ماذا تريد يا سعد؟ لو قال لهم أسلموا كان قتلوه، لما طلع ذكي قال ماذا تعلموني فيكم عشان انتوا اللي تشهدوا ان انا كويس ولا مش كويس، يعني استحق تسمعوا كلامي ولا لا. قال ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا، يعني أنت اللي فينا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله سبحانه وتعالى. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة خارج من دمشق، ومن كتر ما اتسجن الإمام ابن تيمية اتسجن يعني فترات منقطعة لو جمعتها تليها 18 سنة سجن،
شوف الأذى اللي شافه فين، في دمشق بقى، دمشق ومصر، مصر يعني فاهم ازاي. فلما جه من دمشق حب يهرب من الأذى ده كله، فجه على مصر. فأول ما دخل فقالوا بس ده الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام، وإكرام الضيف في الوقت ده كان حبسه، فراح حبسين وحطوه في السجن. فدخل السجن لقى الناس المسجونين في سجن القلعة، لقاهم عاتين عمين بيلعبوا بقى سيجا وكده، يعني عمين بيهزروا. فقال لهم ماذا تصنعون؟ قالوا نقضي الوقت حتى ينتهي السجن، يعني بنقضي الوقت ونتسلى حتى ما الفترة دي تعدي. قال ولكنكم خلقتم من أجل أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى. وبدأ بالأسلوب الجميل والبسمة الحانية والمعاملة الطيبة والحجة، استقام له السجن كله في يومين، وبدأوا يصلوا وراه، وبدأوا بقى يعمل لهم دروس بعد الفجر مثلا درس التلاوة، بعد الظهر درس التفسير، بعد العصر درس الفقه، بعد المغرب درس مثلا الحديث إلى غير ذلك، لحد ما ما شاء الله طلع علماء من السجن. تخيل درجة كان بعضهم كان فترة السجن بتاعته انتهت، ويجي السجان يقول أين فلان، يقول له أيوة، يقول له إفراج، يقول له مش خارج. ليه؟ خلاص قاعد بيتعلم مع الإمام. شوف قد إيه الحب، وشوف قد إيه البذل، هو في السجن، هو في السجن. سيدنا يوسف عليه السلام في السجن وعمال بيدعو إلى الله وبيعلم هؤلاء الناس نعمة التوحيد. شوف قد إيه؟ لأنه مشغول بربي. والإنسان لما يكون مشغول بحد دائما يدعو الناس إليه. ده النهاردة ده في أمور الدنيا، ده واحد يعني سامحوني يعني لو راح دخل فيلم في سينما وعجبه الفيلم تلاقيه عمال بيعمله دعاية، ده لو فاتك الفيلم يفوتك نص عمرك. ولو لا أوكازيون تلاقيه عمال بيتصل بطوب الأرض، ده في خصم 50%. طب ولما يكون بقى في عرض للجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، لابد أن أنت تشتغل بقى وتبذل كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا. ده مين؟ ده النبي عليه السلام. قال ومن اتبعني؟ يقول الإمام ابن القيم بقى يقول إيه؟ فمن كان من أتباع النبي حقا فلا بد أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالكل بذل والكل اشتغل، حتى المعذورين. تخيل يعني عمرو بن الجموح رجل أعرج شديد العرج، ورغم ذلك يروح للنبي يقول له في يوم أحد، يقول له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد. فقال له أما أنت فلا جهاد عليك، أنت رجل أعرج، ولكن دعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. يقول أي للنبي إيه؟ يقول له ألا إن قاتلت فقتلت، أأطأ بعرجتي هذه في الجنة؟ يقول له أجل. فيدخل فيقتل. فالنبي يمر عليه بعد الغزو يقول له والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن. يجي واحد تاني برضو من المعذورين، عبد الله بن أم مكتوم اللي هو مؤذن النبي عليه السلام. ما النبي كان ليه ثلاث مؤذنين، أبو محذورة وعبد الله بن أم مكتوم وبلال، خد بالك. فكان ورجل أعمى ومعذور وليس عليه جهاد، ورغم ذلك يقول لهم ايه في يوم معركة القادسية؟ يقول لهم اعطوني الراية فإني رجل أعمى لا أستطيع أن أفر. وانت عارفين وجود الراية ورفعها ده بيحفز الروح المعنوية عند الجيش. فضل واقف ماسك الراية، فوجدوه بعد أن انتهت المعركة بانتصار المسلمين، وجدوه وبه 80 ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنات برمح ورميات بسهم، وهو ما زال ممسكا بالراية وقد استشهد رضي الله عنه وأرضاه. حتى الأطفال، شوف حتى الأطفال لم يتركوا الجهاد. وبه نختم درس الليلة دي، حتى الأطفال لم يتركوا العمل والبذل لهذا الدين. سيدنا سعد، سيدنا خيثمة بن الحارث، ندب النبي الصحابة للخروج في يوم بدر. يوم خيثمة بن الحارث يوم جايب ابنه سعد، ده ابنه الوحيد والباقي كلهم بنات. قال له يا سعد تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أذهب وأجاهد في سبيل الله. يوم ابنه يقول له إيه؟ يقول له يا أبتاه والله لو كانت الدنيا لآثرتك بها، ولكنها الجنة، والله لا أؤثر أحدا بها اليوم. فدخل فقاتل فقتل في يوم بدر. فجاء الصحابة يهنئون سعد، يهنئون خيثمة بن الحارث باستشهاد سعد، فبكى وقال أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته الليلة يسرح في أنهار الجنة، يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول عفوا سامحوني، فلقد رأيته الليلة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله أكبر. حتى عمير بن أبي وقاص له أخو سعد بن أبي وقاص، كان لسه صغير عنده 12 سنة، يختبئ وراء سعد بن أبي وقاص في غزوة بدر وعايز يخش والنبي لا يجيزه. فلما أراد أن يرده بكى وقال يا رسول الله لا تردني لعل الله أن يرزقني الشهادة. فسعد بن أبي وقاص يقول له لا ترد يا رسول الله، ويدخل ويستشهد في غزوة بدر رضي الله عنه وارضاه. وآخر مثال معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء
غلمان صغيرين كما ورد في البخاري عن عبد الرحمن بن عوف ان هو واقف في الصف فلقى الاثنين حواليه فقال لم امن بمكاني، كنت عايز اثنين رجاله هم واقفين حواليا. فاذا باحدهم يقول له يا عم هل تعرف ابا جهل؟ قلت ماذا تريد يا ابن اخي؟ قال سمعت انه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الاعجل مني، مش هسيبه لحد انا يموت هو يموت. فراح الثاني قال له نفس الكلام، قال فوالله ما ارضى بديلا عنهما، دول احسن من اثنين رجاله. فلما بدا القتال قال رايت ابا جهل فقلت لهما هل تريان هذا الرجل؟ قال بلى. قال فهذا ابو جهل. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم هم فرحانين جدا، وكل واحد فيهم يقول له انا الذي قتلت ابا جهل يا رسول، لمجرد ان سمع انه بيسب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي حب يطيب خاطرهم، قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فاخذ السيفين فوجد عليهما دماء ابي جهل فقال كلاكما قتل. الله اكبر. دي كانت بعض الخواطر حبيب قلبي في مساله وقل اعملوا، مش مجرد ان احنا بنسمع وبس، مش مجرد ان احنا عرفنا ان في جنه وفي اخره وفي لقاء المولى عز وجل وفي لازم نعمل، لازم يبقى في طلب علم، لازم يبقى في عباده، لازم يبقى في دعوه الى الله، لازم يكون في بذل وعطاء وتضحيه من اجل هذا الدين. يعني ان شاء الله نلتقي غدا مع خاطره جديده ومع وقفه ايمانيه جديده في هذا البرنامج. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.